تتحول وترتقي المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بولاية نهر النيل لتكون قبلة مقصودة ومنارة مختارة للسياحة في السودان، لأنه بإمكان الزائرين والسياح الأجانب سواء من أوروبا أو أمريكا الشمالية أو بعض دول المنطقة العربية والأفريقية والآسيوية الذين تجذبهم وتستهويهم سحر وعتاقة مواقع النقعة والمصورات والبجراوية البقاء والمكوث أطول فترة، مما يتيح لهم التعرف عن قرب على أسرارها وكنوزها التاريخية. طبيعة الحياة في المواقع الأثرية بالبجراوية لا زالت تشكل جزءاً أصيلاً من حضارة وتاريخ المنطقة، ولذلك ارتبطت حياة القبائل التي تسكن حول البجراوية بوادي الطرابيل وغيره وتأثرت لحد كبير من خلال تقاليدها الاجتماعية وخصائصها الثقافية وملامحها الفلكلورية بالعمق التاريخي لحضارة مروي وحركة السياحة على مواقعها الأثرية الشاخصة. نسام الشمال الجاي من قدام خلى الريق بسيسة وحرق الأقدام، خلى نصلي العيد من دون بلاي إمام عيون أكبر وزرقا فوق بياض شام. الجمال في البجراوية تستأثر بمكانة خاصة لدى أهل المنطقة والزائرين لها، فهي تشارك الإنسان هنا داخل المواقع الأثرية حق الإقامة والتنقل والسياحة بين الأهرامات والتطلع للآخرين دون تمييز أو حرج. ولذلك من الطبيعي أن تمثل الجمال بحضورها الدائم ومكانتها الاجتماعية والسياحية المرموقة قيمة ذات بعد وعمق تراثي أصيل في حركة السياحة. ولكن كيف حاز الجمل على ذلك وكيف كانت قصة دخوله لمواقع البجراوية الأثرية كما يروي ذلك عبد القادر أول جمالي بالبجراوية؟ مزايا الجمال في النزهة والسياحة في منطقة كالبجراوية بتلالها الكثيبة ورمالها الذهبية لها من محفزات الإمتاع والترويج ما لا يدركها إلا صاحب تجربة. When the sun is hot, I'm very happy to be riding the camel because it does the work for me. They're amazing creatures. Go so long without water, which we can't. So yes, and a good view as well. Thanks. ولكن حتى يدر الجمل دخلا اقتصاديا وربحية جيدة، لابد من التدقيق أولا في نوعية الجمل واختيار الأفضل، ومن ثم تجهيزه وإعداده بما يلزم لنجاحه في هذه المهمة. وحتى يكون الجمالي حاذقا وذكيا في الترويج والتسويق لخدماته وتميزها وجودتها على الآخرين، لابد من كسر حواجز اللغة سريعا واكتساب مهارة الإقناع وكسب الثقة للسائح أو الزائر. ويبدو أن السلطات المعنية بالسياحة بولاية نهر النيل تولي أمر الجمالة عناية واهتماما خاصا، فهي كما شاهدنا تطلع بأدوار كبيرة وتعمل حسب ما لديها من خطط وبرامج لترتيب وتنظيم خدمات الجمالة لتنسجم مع مطلوبات السياحة.